حصل الدكتور عمر العتيبي على أول رسالة دكتوراه من جامعة كاردف البريطانية في موضوع الطلب المحتمل على وسائل النقل العام في مدينة الرياض، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض. نشاهد هذا التقرير ونعود لكم. مرت العديد من مدن المملكة العربية السعودية وبالأخص مدينة الرياض بمراحل نمو سريعة جدا خلال الثلاث عقود الماضية، كزيادة في المساحة العمرانية ونسبة في نمو أعداد السكان والسيارات. لذلك شهدت مدينة الرياض مشاكل مرورية ملحوظة من إفرازات زيادة عدد المركبات والرحلات اليومية لها، بما تسبب في ازدحامات وتلوث في الهواء وحوادث بالطرق. ولذلك أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثاني من جماد الآخر لعام 1433 للهجرة الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، القطارات والحافلات. وفقا للدراسات التي سبق أن عدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناقات المرورية، حيث أن هذا المشروع يتطلع له مجتمع الرياض بأن يعالج هذه المشاكل ويقلل من مصاريف التنقلات والسرعة في الوصول إلى مقار أعمالهم وأماكن التسوق. والآن وبعد أن بلغت نسبة الإنجاز لهذا المشروع الضخم قرابة 70%، تزداد التطلعات والآمال لرؤيته يتحقق على أرض الواقع. للحديث أكثر عن الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عمر العتيبي، باحث في استراتيجيات نجاح مشروع قطار الرياض. مرحبا دكتور عمر. الله يطول عمرك. مرحبا بك. الله يسلمك. نجاح مشروع قطار الرياض، نبغى نعرف أكثر عن هذا البحث اللي عندك، كيف نقيم مشروع قطار الرياض؟ تقييمها، أنا دراستي كانت على تشغيل القطار، على إمكانية تشغيل القطار وش الاستراتيجيات اللازمة. كان عنوان الرسالة أو سؤال الرسالة في البداية اللي هو ما هي الاستراتيجيات والأنظمة اللازمة أو المناسبة التي قد تساعد في تشغيل القطار أو تحويل المجتمع مدينة الرياض. نعرف من السادة المشاهدين، نعرف الجواب على هذا السؤال، الاستراتيجيات لإنجاح هذا المشروع. الجواب على هذا السؤال مر بثلاث مراحل. أولا استعراض الدراسات والأمثلة، المشاريع الماثلة للقطار الرياض في دول العالم، وما هي السبل والطرق والأنظمة اللي استخدموها لتحويل مجتمعاتهم من مستخدم السيارة إلى مستخدم القطار. هذا كانت الجزء النظري من الرسالة. ثم بعدها كان هناك مقابلات شخصية مع المسؤولين عن المشروع مدينة الرياض. صار 25 مقابلة شخصية من هيئة تطوير مدينة الرياض، من اللي هو الأمانة مدينة الرياض، من وزارة الشؤون البلدية القروية، وهيئة النقل العام، لعرض عليهم اللي هو الأنظمة الناجحة في العالم، وسؤالهم عن مدى يعني إلى أي مدى يرون أن هذه الأنظمة قد تكون مقبولة بالنسبة للمجتمع السعودي فهو مؤثرة في عملية انتقال المجتمع من المستخدم إلى المركبة إلى المستخدم القطار. اولا القبول مهم جدا للتاثير. هو هل المجتمع قام متقبل للفكره؟ المجتمع متقبل للانظمه. انا اسعى، نعم المجتمع الان لهذا الخطوه الثالثه اللي راح اتكلم عنها اللي هو المجتمع. الخطوه الثالثه كانت استبيان على شريحه من مجتمع مدينه الرياض وعرض عليهم نفس الانظمه اللي عرضت اللي موجوده في العالم، وسؤالهم عن مدى يعني تعثرهم بهذه الأنظمة. هل هذه الأنظمة والاستراتيجيات قد منها أنظمة تشجيعية وأنظمة قسرية أو لدفعهم لاستخدام النقل العام، هل هذه الأنظمة يرون أنها رايح تساعد في انتقالهم من المركبة إلى القطار أو لا؟ كيف وجدها المجتمع؟ المجتمع أولا المجتمع مرحب جدا بالمشروع، وجدا يرى أن المشروع قطار الرياض أنه نقلة نوعية وأنه رايح يفك
كالأزمات الموجودة من ازدحامات مرورية، من تلوث، من يعني مجتمع مرحب جدا، يعني كانت نسبة 98% من الشريعة مرحب بالمشروع جميل. جدا. طب إيش التحديات اللي ممكن يقابلها المشروع؟ تحديات هناك ثلاث أنواع من التحديات، اللي هي تحديات تنظيمية وتحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية وثقافية. من التحديات التنظيمية اللي هو إن المدينة بنيت على استخدام السيارة المركبة الخاصة، وأن جميع الأنظمة تساعد أو تسعى إلى مركبة العدد الزائد من المركبات الخاصة، وهذا يصل إلى مرحلة كل ما يزيد يعني من زي إنشاء الطرق وتوسعة الطرق الموجودة، كل ما يزيد الإمكانية الطرق، هذه الطرق يزيد عدد المركبات إلى عدد المستوى، وصلنا يمكن نصل إلى مرحلة أنها ما تستوعب العدد الموجود من المركبات، لذلك لابد من الانتقال إلى النقل العام. هذه من الناحية التنظيمية. تخطيط المدينة زي ما قلت إنه يعني المشي في المدينة يعتبر يعني مهمل نوع ما، يعني لا يعني مرات المشاه إلى أماكن النقل العام. التخطيط المدينة لابد إنه يعني يصير فيه يعني نظرة إلى إنه الآن داخل النقل العام على المدينة، وإنه الناس راح تصير فيه مشي للأقرب النقاط اللي هو الخدمة. طيب إيش التحديات الاجتماعية والثقافية؟ هناك قبلها تحديات اقتصادية. أوكي. إيه تحديات اقتصادية اللي هي اللي هو رخص اللي هو استخدام السيارة، تكلفة السيارة الآن لا زالت لدينا رخيصة جدا، وهذه لابد أنه ينظر لها لأنها إنه دافع الاقتصاد يكون دافع إلى الانتقال الناحية الاقتصادية. الاجتماعية اللي هي ثقافة المجتمع، إنه يعني المجتمع تربى أو الجيل الموجود الآن يعني خلفيته عن النقل العام واستخدامه ضعيفة جدا، نبوا على السيارات وكل المحيط الموجود يكون على المركبة الخاصة، وكل الآن الشيء الثاني اللي هو الكثافة السكانية منخفضة جدا من مدينة الرياض وامتداد الآن المدينة، فالخصوصية بالذات لها دور كبير في المشروع. بس ذكرت في البداية أن المجتمع مستعد ومرحب بالبرنامج بالمشروع، لكن الآن تشعر أنه لا، هو تربى على السيارة، كيف؟ مرحب بالمشروع لأنه ينظر إلى الوضع الحالي من ازدحامات مرورية أن المشروع هو المنقذ للشيء هذا، أن وجود المشروع راح ينتقل يعني يخف الازدحام هذا، ولكن من اللي راح ينتقل من راح يستخدم يعني هل كل أحد من المجتمع يرى أن المشروع ينشئ فقط؟ الآن النقل العام الموجود الآن في الرياض يعتبر استخدامه من الفئات السعوديين قليلة، نسبة قليلة جدا الآن بالوضع الحالي. فهذا يمكن يعطي انطباع أنه النقل العام أنه فقط لغير السعوديين. لا، النقل الموجود الآن والمشروع أنه لجميع فئات المجتمع الموجودة في مدينة الرياض. فدراسةها طب يعني من وجهة نظرك وبعد بحثك، كيف ممكن احنا نتجاوز هذه التحديات؟ نتجاوز اولا ما في مشروع في العالم انشئ وابتدى، ولا في مشروع اصلا ضخامه مشروع مدينه الرياض، اضخم مشروع انا مر عليه في دراساتي وحتى في كل جميع المؤتمرات اللي انا شاركت في 6 مؤتمرات دوليه، مشاركتي بالمشروع اكثر اسئلتهم عن ضخامه المشروع وكيف بيصير تشغيل هذا المشروع، لأن مشروع ضخم جدا وست خطوط مترو تشغل في نفس الوقت مع شبكة باصات موجودة، فهذا أضخم مشروع مرة اليوم، وفي داخل مدينة لا يوجد فيها نقل عام فعال في الوقت السابق، فاللي هو التحدي إنه كيفية نقل المجتمع أو تشجيع المجتمع هذا إلى الانتقال إلى القطار أو النقل العام. قلت أن التحديات راح لابد استراتيجيات، لابد مع انطلاق النقل العام يكون هناك في استراتيجيات وتنظيمات تساعد على أو تغير من السلوك التنقل الموجود الآن. إنشاء مشروع النقل العام وعلى ما عليه، ولا زال الأشخاص على نفس الوضع الأول أو القائد المركبات على وضعهم الأول ما راح ينتقل. كيف تغيرهم؟ لابد أن تغير هناك، يدخل أنظمة جديدة على استخدام السيارة لتقلل من اللي هو الأتراكت الموجودة وحب الناس لاستخدام سياراتهم. على سبيل المثال استخدام اللي هو فيه نوعين من الأنظمة اللي يسمونه الهارد والسوفت، اللي هو الناعمة هو الصلبة.
هذه الأنظمة الموجودة. والدراسة طلعت بخلط بين هذه النوعين اللي هو القصرية والنوع الناعمة. فيكون هناك على سبيل المثال في الاقتصادية اللي هو إدخال اللي هو المواقف أو ضريبة المواقف على السيارات، يعني لابد رفع قيمة استخدام السيارة لكي يفكر الشخص عند قيام بالرحلة ويقارنها اقتصاديا مع اللي هو النقل العام، تخفيض اللي هو تكلفة استخدام القطار أو النقل العام اللي هو تكلفة التذكرة اليومية. طيب أوكي. لأن الدراسة كذلك أضيف لها دراسة في مدينة الرياض اللي هو على شريحة المجتمع اللي هو تجربة إن كل شخص، أنا كان دراسة شملت 250 شخص، كان عدد الرجال فيها 195 والنساء 55، فكان كل شخص منهم يمر عليه كروت، يعني سيناريو، كل شخص يمر عليه 10 كروت سيناريو إنه على وشك الآن قيام برحلة من عمله إلى من البيت إلى العمل أو من البيت إلى اللي هو التسوق. فمقام الرحلة كان في الاستبيان معطى له اللي هو النقل العام والمركبة الخاصة. كل سيناريو يختلف عن الثاني من ناحية التكلفة السيارة، من ناحية تكلفة القطار والتايم الوقت لوقت الرحلة، وهذه العوامل اللي راح تؤثر. إيش طلعت لك نتائج الاستبيان؟ الاستبيان كان القطار المرحب كثير كمترو أكثر من الباص. الباص العادي كان مرحب كمترو. السيارة كانت في المرحلة الثانية. وفي الحالتين إذا كان للعمل أو للسوق نفس الاهتمام؟ لا، العمل كان أكثر اهتمام. قسمت الشريحة، الدراسة قسمت الشريحة إلى متوسط الدخل اللي هو عالي الدخل أكثر من 15 الدخل الشهري وأقل اللي هو له صوت، عدد أفراد الأسرة كان له دور مؤثر، التعليم كان له دور مؤثر كذلك في القرارات، قرار استخدام النقل العام أو المركبة الخاصة. طلعت من الدراسة كذلك قيمة الوقت في التنقل، قيمة الوقت للشخص كان تقريبا 30 ريال بالساعة قيمة الشخص، فهذه القيمة اللي يقارن فيها الشخص اللي انتقال بالوقت، يعني حسابه للوقت من انتقاله من المنزل إلى العمل، فقيمة الوقت بالنسبة له هذه كانت 30 ريال. وهي أول دراسة، أنا ما لاحظت أي دراسة سابقة عن قيمة الوقت. طب كيف عدد أفراد الأسرة والمؤهل التعليمي، كيف نظرتهم للانتقال بالسيارة أو بالقطار؟ هل إذا زاد عدد الأفراد يكون في اعتبار للمادة أكثر؟ صحيح، كان الأشخاص اللي عدد أفراد أسرتهم من أو عدد الأطفال من 3 بأكثر كان يميلوا استخدام المركبة الخاصة أكثر من النقل العام. التعليم من إيش أسبابهم يفضل إنه ينتقل بالسيارة؟ يعني غير إنه مثلاً ممكن أسهل، بس هل مثلاً إنه عنده أطفال أكثر يخاف سلامة مثلاً، أو أسهل أسرع؟ يمكن اللي يكون الوضع اللي هو من ناحية اقتصادية، هل بتوفر، هل يعني عدد الأسرة كل ما زاد كل ما زاد عدد الذاكر وقيمة اللي هو تذكرة النقل العام، فيرى إن استخدام السيارة يمكن يكون أوفر له في الحالة دي. الشيء الثاني يمكن هذا عامل الاستخدام. الشيء الثاني يمكن اللي هو انتقال الأطفال من المنزل إلى أقرب محطة نقل أو قطاع أو نقل عام، فهذا يمكن عامل ثاني في خطورة عليهم. في خطورة عليهم. طب دكتور عمر، يعني الجانب الاقتصادي كثير يعني مهم في هذا الموضوع، ذكرته كثير مؤثر في انتقال وفي استمرار الناس أنها تستخدم السيارة. طب إيش العوامل الثانية المؤثرة؟ هناك الجانب الاقتصادي، هناك الجانب الأمان. الأمن في جميع مرافق النقل العام كانت جدا يعني أعطيت نسبة عالية في الدراسة. مهم الأمان اللي هي الخصوصية مثلا، اللي هو تصير فيه مقطورات خاصة للعوائل كما الآن مطبق في مصر وبعض الدول الإسلامية، وكذلك طبق الآن في بعض الدول الغير إسلامية لمنع التحرش الآن صاير. هذه لها مؤثرات كبيرة. القيمة الاقتصادية مثلا على سبيل المثال أعطي الأشخاص اللي هو مثلا عند وصولهم للأسواق اللي يصل بنقل عام، فيجد تخفيض في المحلات التجارية بناء على التيكت اللي تكون معه عند وصول القطار، كان مرحب بها كثير.
فمن جانب التعليم إدخال برامج تعليمية في المدارس لتثقيف الطلبة وتعليمهم اللي هي الفوائد اللي تعود على المدينة عليهم شخصيا على المجتمع من استخدامهم للنقل العام عن المركبة الخاصة كان لها دور. المراحل المتوسطة يكون أو الثانوية بدل ما يستخدمون النقل المدرسي ينتقلون إلى النقل العام يتعودوا عليه في أثناء دراستهم ويمكن يستخدمونه في يعني أثناء الليل وكذا، فيصير المجتمع متقبل الجيل القادم متقبل أكثر من الجيل الحالي لفكرة النقل العام والتنقل فيه. جميل، شاركت بست مؤتمرات دولية متخصصة، كيف كانت المشاركة والأصداء؟ جدا كانت متميزة. أولا مثل ما ذكرت في بداية حديثي أنها المشروع أو حجم المشروع ودخوله للرياض في الوقت هذا يعني بعد جيل يعني ما استخدم النقل العام، غالبيته ما استخدم النقل العام سابقا، فهذا له واقع كبير. وكانت الأسئلة كلها تدور حوله وكيفية تشغيله يعني كذلك أماكن توزيع خطوط النقل العام في مدينة الرياض بناء على إيش كانت توزيعها، وش الطلب اللي مكون موجود عليها يعني الآن الخطوط الموجودة. فكان لها يعني صدى في جميع المؤتمرات يعني هنا. طيب النقل العام لما نتكلم يعني ليس فقط المترو، في برضو الباص، وإيش في ممكن نقل عام ممكن يكون في الرياض أو في خطط مستقبلية لتنويع هذا النقل العام؟ يعني الآن النقل العام الموجود الآن أنا زي ما مثل ما أشوف أنه من على مستوى عالي وأنه هو أفضل الموجود الآن في العالم يعني الموجود الآن، ومشروع يعني جدا حلو، لكن فيه إضافات كثيرة يعني في المستقبل راح تدرس كل شيء يعني. طيب كيف أنت كباحث ومتخصص في الموضوع كيف تقيم المشروع وتتوقع يعني الأصداء كيف يكون، كيف يأثر في حياة الرياض نفسها؟ طبعاً فيها أنا قدمت ورقة علمية ثانية اللي هو التأثير على عدة جوانب، من ناحية تأثير اقتصادياً على المدينة اجتماعياً يعني فكان له يعني مشروع بهالحجم يكون له مردود اقتصادي، من ناحية أولاً مردود المادي للمدينة، من ناحية اقتصادية اللي هو التوظيف الوظائف اللي راح تطرح في المشروع، رايح الإحياء للأراضي قيمة الأراضي الموجودة على قرب القطار يعني مثلا على سبيل المثال، لانه اضفت انه من التوصيات انها تسمح بمباني ارتفاع عالية الادوار عن في المنطقه القريبه من خطوط القطار لزياده اللي هو الكثافه المدينه في الخطوط، او انه تغير من الامتداد الموجود الان مدينه الرياض انه يقلص نوعا ما ترتد الى المحور حول اللي هو محطات القطار أو النقل العام. هذه من ناحية يعني اقتصادياً زي ما ذكرت أنه يعني بدأت قيمة الأراضي الموجودة حوالي. اجتماعياً كيف راح يأثر؟ اجتماعياً اللي هو الآن الانتقال، كل الأشخاص ينتقلون بمركباتهم الخاصة يعني يعتبر في عزلة عن الآخر، يعني السيارة مشجع جداً وجذابة للناس، فلا بد أنه المشروع الآن لابد أنه يواكب السيارة ويصير منافس للسيارة من ناحية خصوصية نوعا ما. لقي الناس وتقابلهم في القطار يوميا وانتقالهم سوا من أماكن أو الحياة الموجودة إلى أماكن عملهم، فراح يكون له تأثير اقتصادي اللي هو قصدي اجتماعي، أنه الناس يتقابلون يوميا بنفس الموكب، وأنه يقلل من العزلة الموجودة الآن في المركبات الخاصة. هذه وجهة نظر يعني موجودة، أو أنها ذكرت من ضمن الآراء الموجودة في اللي هو من ضمن الناس المختصين اللي هم في النقل العام اللي صار معهم اللي هو انترفيو مقابلات شخصية، هذا التأثير اللي راح يكون موجود. طب أنت ذكرت إنه السيارة مغرية للفرد إنه ينتقل فيها رغم كل يعني شكوى الزحام والتكلفة العالية ورغم توتر يعني في ذات في أوقات الذروة، أنا تفاجأت إنها لا هي مغرية للفرد إنه يسوق سيارته الخاصة. الكل كان يعتقد إنه لا القطار أفضل، لا ما زالت إنه الدراسة أثبتت إن السيارة ما زالت مغرية أكثر للفرد. السيارة مغرية للفرد ما يكون وضع النقل العام، ولكن جميع الدول تسعى إلى إنه الوصول إلى شيء منافس أو قريب جدا. على سبيل المثال إنه الوقت في الانتقال، التردد اللي هو شبكة النقل العام، الانتظار في محطات النقل العام لفترة طويلة هذا
منفر للناس من استخدام النقل العام، اللي هو وضع المحطات تقضي الأمان. هذه لا بد أنها يضر لها لتكون وسيلة جذب، بالذات اللي هو قيمة الوقت. هناك عاملين، اللي هو عامل العوامل المهمة اللي هو عامل الوقت وعامل التكلفة، فهذه هي اللي تؤثر في اختيار نوع الرحلة أو اختيار الوسيلة اللي انتقال بها من موضع إلى آخر. فلا بد أن النقل العام كل ما رقى واقترب مواصفات من مواصفات المركبة الخاصة من ناحية الوقت بالذات، فهذا راح يكون وسيلة جذب. جميل جدا، أشكرك جزيل الشكر دكتور عمر، باحث في استراتيجيات نجاح مشروع قطار الرياض، ونتمنى للمشروع ولك النجاح بإذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك على الاستضافة. الله يطول حياك الله.